امبارح كلمتكم عن دعوات المستوطنين لرفع العلم الإسرائيلي في الأقصى، ومن فترة كلمتكم عن المستوطنين ودورهم في الاعتداء على المدنيين. ده باختصار لأن دورهم عبارة عن الوجه الآخر القبيح للعملة الإسرائيلية القبيحة. إسرائيل لما تقرر تدخل مساعدات تعمل إيه؟ بتسيب المستوطنين يسرقوها. اتفرجوا معايا على فيديوهات إزاي المستوطنين بيعترضوا شاحنات المساعدات الإنسانية اللي جاية من الأردن من معبر إيرنس، ومش بس اعتراضها، لا ده كمان بيسرقوها ويتلقوها ويتلفوها. الحقيقة ما فرقوش حاجة عن الجيش بتاعهم اللي راح داس على المساعدات بالمستوطنات، كلهم نفس العملة الرديئة. شايفين المنظر بتاعهم وهم بيدخلوا يخطفوا الشاحنات اللي جاية من قوت الشعوب عشان توصل لناس في مجاعة، وهم داخلين عشان خاطر عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يسرقوها، مش حتى هيستعملوها، لا هيتلفوها. هو ده الشعب اللي فيه روح الحياة يا روح الروح يا اللي بتتكلم انت. في اواخر ديسمبر 2023 كان في منشور على قناة تيليجرام بيقول ان الكابلات البحرية ممكن تبقى اهداف لهجمات عشان مساندة سكان غزة.